المراسلين الصحفيين في مجالي البيئة، ورشات تشرف على تنظيمها كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن المكلفة بالماء والبيئة، ويؤطرها عدد من الأساتذة المتخصصين في مواضيع البيئة، وتروم تقريب المفاهيم البيئية من المواطنين. المزيد رفقة محمد التروزي ومحمد يداس. بنفس القاعة، المراسلون الصحفيون إلى جانب ممثلي المجتمع المدني في ورشات خاصة. خصوصية الورشة تأتي من خلال المواضيع المثارة فيها: تدهور التربة، التصحر، الساحل والتنوع البيولوجي، مواضيع تكتسب أهمية بالغة خصوصا إن تحدثنا عن جهة أقاليمها صحراوية. وإحنا اختارينا الجمعية اللي عندها أهداف ديال البيئة ومراسلين صحفيين لأنه الوسيلة الأنجع باش أنك توصل واحد الميساج للمجتمع المدني. وهذه الدورة التكوينية هي المحطة 15 واحد السلسلة ديال الدورات التكوينية اللي دار قطاع البيئة تبع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. انسيستينا هنا في هاد لا ريجيون ديال واد الذهب الكويرة على المواضيع اللي كتوشي لا ريجيون بالخصوص، اللي من أهمها التصحر. الحفاظ على البيئة هدف الجميع مستفيدين من الورشة وكذا منظميها، لكن المسؤول الأكبر عن البيئة هو المواطن العادي، لذلك تم اختيار المجتمع المدني وكذا أصحاب السلطة الرابعة. الحفاظ على البيئة يجب من التكوين أولا خاصة، وتوجيه الساكنة، وتعديد البرامج التكوينية، هذه من الأولويات للحفاظ على البيئة. كاين اللي نقدر نقول عني أنا قبعت كقيمة إضافية هو شيء يدخل في إطار الصحافة المتخصصة، مثلا عني نقدر نعود إلى نسول في ميدان البيئة، والله نعدل لقاء مع خبير في ميدان البيئة نعود عارفة عن اش اللي نسول، استفدت مصطلحات ما كانوا عندي. فحتى لا يدق ناقوس الخطر في عالم البيئة بهذه الجهة، تثار المواضيع الكبرى والهامة التي تلوح في أفق المشاكل البيئية بمثل هذه الدورات التكوينية. على المواطن العادي يعرف الخطوة التالية ليحافظ على محيطه البيئي.